هلا بالنسبة للكونفير بيلت بيشبه إلى حد كبير الهويست، بس الاختلاف إنه أنا عندي هون راح يكون في عندي بولي، وممكن يكون كمان هون كمان بولي، وفي عندنا بيلت. البيلت له عرض معين، الحزام هذا ممكن يكون مثلا مطاط، ممكن يكون ما بيخليه مفتوح. عندنا هي هون عندي تو بوليز، وعلى الكونفير بيلت في عندي احمال موجوده، وراح نشوفه في عندنا مسافه معينه بدي امشيها، مسافه معينه بدي امشيها اذا كنت بدي اعمل شيء معين على القطعه، بروسيسنج معين على القطعه، راح امشي مسافه معينه الى الامام. عندنا هون احتمال يكون عندي جير بوكس ار جي لواحد، وهون عندنا محرك. هلا بدنا نطلع على المعادلات المطلوبه، بحيث انه بناء على الوزن اللي موجود هون للاجسام، البلت نفسه هذا له وزن راح يعطيه له ماس، راح اسميها ام سب بي. عندي الاجسام اللي موجوده هون راح اسميها مثلا ام، خلينا نسميها ام لود، وعندي عدد معين من هاي الاجسام نسميه ان مثلا. هلا احد الاشياء لازم ننتبه عليها بالكونفير بيلت، انه انا اذا ما حطيت بريك هون على هاي النقطه راح يسحل هذا الكونفير بيلت، مضبوط؟ ففي عندي اوت اوف بالانس، يعني في عندي هون تورك من الماسز هدول من اللود، والتورك هذا بدي اتغلب عليه حسب الزاويه اللي موجوده. هاي الزاوية هون ثيتا، في عندنا زاوية ثيتا ما بين ميلان البلت والهوريزونتال، وهي طبعا راح تؤدي إلى أوت أوف بالانس تورك، وهذا الأوت أوف بالانس تورك راح يحاول ينزل هذول الأجسام اللي موجودة هون. التوتال ماس راح تكون ماس توتال تساوي ان في ام ان، ان اللي هو نمبر أوف أوبجيكتس، number of objects اللي محمله على الكونفير بيلت، و ML هي mass of each object. ثيتا اللي هي inclination، inclination of conveyor belt. هلا عندنا هدول عباره عن pulleys مش sheaves، ايش الفرق بين الشيف والبولي والسبروكت؟ الشيب هي عبارة عن بولي فيها جروفز. مثلا لو طلعنا اخذنا اشي زي هيك، لاحظوا هذا المكان، هذه هون جروف، جروف يعني زي مسار، مسار فيها، يعني هذه هون عندي بولي، وخلينا افترض البولي، خلينا نرسمها بالشكل، ارسمها بالشكل هذا هيك، وهي راح اعمل هاتشنج للاريا هاي. هلا بنشوف ليش. وهي هون عندي سنتر لاين، ولو جيت اطلعت على هاي هون فرونت فيو، الرسم مش مرتب لهاي، بس هاي هون عندي بولي زي بولي، بس هي فيها مكان للاحبال، فهي مكان للاحبال انهم يقعدوا فيها زي الهويستنج سيستم اللي كنا نطلع عليه. في عندي هون هذا بنسميها شيف، الشيف هي عباره عن بولي فيها مسار للاحبال، لكن البولي العاديه اللي بتكون سطحها املس، فهذا رح تكون بولي عاديه. شو اللي رح يخلي هذا، ايش رح يخلي البلت انه يتحرك؟ انا ايش عمالي بحرك هون؟ بدي احرك هاي البولي، مش هيك؟ هاي البولي لما بحركها ايش راح يصير في البلت؟ ايش راح يخلي البلت يتحرك؟ الفريكشن، او هو بالحاله هاي بنسميه تراكشن. الفريكشن لما بيساعدني اني اثبت الشيء ويتحرك بنسميه تراكشن، فالقطار بيمشي على التراكشن، السياره بتمشي على التراكشن، بنسميها تراكشن. فريكشن لانه هذا لما بلفه من هون في تراكشن كفايه او فريكشن كفايه ما بين هذا السطح تبع البلت وسطح الهاي بحيث انه يتحرك. طبعا حتى اضمن انه هذا الفريكشن يضل موجود، ايش ممكن لازم اعمل في هذا الكونفير بلت؟
يكون الشمال مسؤول شكل لودد دائما. ماشي لودد، شو يعني لودد؟ يعني الماس او الوزن. لا مش بالضبط، لاحظوا هذا هذول التنين المسافه بين السنتر لاين والسنتر لاين مش لازم يكون مشدود، فدائما لازم يكون في عندي تنشن هون، يعني لازم يكون عندي مثلا زنبرك والزنبرك مثبت من هون والزنبرك هذا بشده عشان ايش اضمن دائما؟ هذول التنين مشدودين، اذا هذول التنين مشدودين راح يضل في فريكشن كفايه، اذا رخى هذا الزنبرك من هون ايش راح يصير؟ راح تتحرك هاي البولي من مكانها، راح يبطل في عندي تراكشن كفايه راح تسحب. اوكي ماشي واضح الهاي؟ فانا عندي هذا الزنبرك بدي اعمل له اشده، اضل اتاكد من فتره لفتره انه هذا مشدود بحيث انه هذول التنين في تنشن كفايه بحيث تضل في عندي تراكشن. عندنا البوليز هذول، هاي راح اسميها بولي 1، هاي بنسميها ايدلر بولي. تو ايدل يعني ايدل يعني انه ما عم بيعمل شيء، لما نقول عن شخص ايدل، فهي بنسميها عادة ايدلر بولي، لأنه الهدف منها مش إنه أعمل درايفنج، أنا ما بعمل درايفنج من هون، بعمل درايفنج من هون مش هيك؟ ليش بعمل درايفنج من تحت مش من فوق؟ ليش؟ لأنه الجير بوكس هون والمحرك هون مظبوط؟ هذه بس بنسميها هذه ايدلر بولي، خلينا نسميها اي دي 2. اي اللي هي ايش؟ السكند مومنت اوف ماس اللي هي المومنت اوف انيرشيا، وهذه راح اسميها اي دي 1 وهذه درايف بولي. إذا هاي هون درايف بولي وهذه ايدلر بولي. البيلت طبعا عرضه راح يكون قريب من عرض البوليز من هون، عماله بلف حول هاي البولي. البيلت نفسه له ماس سميتها ام بي، وراح تشوف راح يحتاجها هلا. هلا لو هذا الكونفير بيلت ما فيش عليه ماشز، ما عليه اوبجكتس وتركته، هل بسحب؟ لا، لانه كله بالانس. هذا الوزن تبع البيلت هون معادل الوزن هذا، فايتس بالانس. انت بصير ان بالانس لما تحط عليه الاوبجكتس هذول، مظبوط؟ ايش بضمن لي هذا الاوبجكت ما يسحب؟ الفريكشن. كيف بدي اتاكد انه هذا الاوبجكت راح يسحل او ما راح يسحل على زاويه معينه؟ يعني لو عندي هلا فلات سيرفس، والفلات سيرفس على زاويه ثيتا، وجيت حطيت اوبجكت هون الماس تبعته ام، عندي كوفيشنت اوف فريكشن، كوفيشنت اوف فريكشن مش مظبوط، كوفيشنت اوف فريكشن ما بين هذا السطح وهذا السطح له قيمه معينه مثلا نيو 1. اوكي مظبوط. كوفيشنت اوف فريكشن ايش بعطيني؟ اذا بعطيني الفريكشنال فورس اللي هي اف اف، شو بتساوي؟ اف نورمال مضروب في نيو 1 مظبوط. مش هذا ايش اي نوع من الفريكشن هذا بنسميه؟ ستاتيك كولوم فريكشن. اخذت حكيت عن الكولوم فريكشن انا؟ ما حكينا. هذا الكولوم فريكشن ما بيعتمد على السرعة، ما في هون أي تيرم في سرعة مظبوط. الكولوم فريكشن بس بيعتمد على النورمال فورس اللي بتضغط السطحين على بعض، وعلى الكوفيشنت اوف فريكشن ما بين المادة الأولى والمادة الثانية مظبوط. طيب هاي النورمال فورس وينها؟ هاي هي النورمال فورس اللي بدنا إياها مظبوط. وزن الجسم بأي اتجاه بيشتغل؟ بهذا الاتجاه هيك مظبوط. إذا هاي وزن الجسم راح يتحلل لتو فورسز، راح يتحلل لفورس نورمال على السطح وراح يتحلل لفورس موازيه للسطح مظبوط. وين ثيتا اللي هون؟ هي هاي مظبوط، مش هاي ثيتا اللي هون. طيب لو بدي احللهم هلا، الموازي لثيتا شو راح يكون؟ المجاور لثيتا شو راح يكون؟ كوساين ثيتا. اذا هذا راح يكون عندي هون كوساين ثيتا، والمقابل راح يكون ساين ثيتا. مين بيهمني بالفريكشن؟ مين اللي عم بيضغط السطحين على بعض؟ كوساين ثيتا. اذا اف نورمال بتساوي ام جي كوساين ثيتا مظبوط. اذا قديش صارت الفريكشنال فورس؟ فريكشنال فورس بتساوي اف ام ام جي كوساين ثيتا مظبوط. ما هي اف ام هي نفسها طيب ايش اف ايش انا لازم اقول؟ اف ام بتساوي ميو ميو. اوكي مظبوط. اذا هاي هي الفورس اللي بتمنع هذا الجسم. طبعا الفريكشنال فورس بتشتغل دائما في الاتجاه اللي بيمنع الحركه، يا بتشتغل يعني ما لهاش اتجاه محدد، دائما حتى تمنع بعكس اتجاه الحركه. طيب شو اللي عماله بحاول يسحل هذا الجسم؟ ام جي ساين ثيتا. اذا هذا بنسميها بارلل، هتكون ام جي ساين ثيتا. اذا عند الاكوليبريم ايش لازم يكون عندي؟
هي مساوي الاثنين يكونوا متساويين. طبعا هذه زي ما نكون دقيقتين هي static friction. تساوي اف بي بيصير عندي ميو 1 ام جي ايش هذا بنستنتج منه؟ انه في زاويه معينه عندها بقدر ارفع البلت، ما بقدرش ارفعه اكثر من هيك، مظبوط؟ وهي عايش بعتمد الزاويه هاي على الميو، بتعتمد على الميو ما بين السطحين، ما بين سطح البلت وسطح ال، وهي طبعا كانها تتجاوز 45 درجه. احيانا الطلاب بصير يفكر بقول كيف بدها تتجاوز 45؟ ممكن. ممكن انه الفورس النورمال فورس اللي بتشتغل على الجسم تعطيني تكون اكبر من، يعني ميو ممكن تكون اكبر من واحد. اوكي؟ ممكن ميو توصل 1.3 1.5 1.8. في مواد حسب المواد، في مواد كيف اختار الماده هاي والماده هاي، بحيث انه والا بدي اضطر اعمل احط على الكونفير بيلت يصير في عليه قطع واقفه زي هيك، وفي كونفير بيلت زي هيك. اوكي؟ بكون طالع على سطح الكونفير بيلت طالع زي حفه عشان تمنع الاجسام هاي انها توقع. ماشي اوكي واضح؟ فبتطلع في كونفير بيلتس لحالها الفريكشن تبعها كافيه، في كونفير بيلتس لازم يكون فيها القطع هاي اللي موجوده هون بحيث انها تمنع اللود انه يوقع، يكون في زي ستوب يمنع هذول انهم يوقعوا. اوكي ماشي، هاي اذا هي المعادله، وامكانك انت تختبرها هاي عمليا. اذا جبت سطح، انت جيب سطح حط عليه جسم، ضلك حرك 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 وراقب الزاويه اللي بده يتحرك عندها الجسم، شو بتقدر تستنتج منها؟ ميو لهذا السطح. طبعا هو ميو ما بيعتمد على السطح بس، بيعتمد كمان على سطح الجسم وسطح سطح البلد. اوكي ماشي، اذا هي صار عندنا هدول، هاي المعادله ما بتهمنيش اكثر من هيك، بهمني هلا ساين ثيتا، بهمني ام جي ساين ثيتا. ام جي ساين ثيتا ليش مهمه هون؟ لانه هي هاي الفورس اللي انا بدي اتغلب عليها حتى اقدر ارفع الاجسام هذول من هون. اذا صارت عندي هاي الفورس هي ام جي ساين ثيتا، وثيتا هي هون اللي هي ما بين الانكلينيشن تبع الكونفير بيلت والهوريزونتال. ايش هي عفوا؟ تي ام ال اوكي، انا كنت حاطط تي ام ال هي التورك اللي ناتج عن هدول الاجسام. هلا بنحسبه، هلا بنحسبه. انا كتبته فكرتي انت له علاقه بدون بركه. طيب اذا بنكمل هلا هون، بدنا نحسب هلا حتى اطلع السؤال مطلوب مني، انا اطلع تي مطلوب من الدرايف. نفس الشيء راح نعمل هون عندي، راح يكون في عندي ايتا فورورد للجير بوكس هي تمشي ميو هاي هون، فورورد افشنسي اوف جير بوكس. اذا هون راح استعمل، انا راح افترض الحاله العامه او معظم الحالات انه الباور جاي عندي من الكونفي من الماتور وعم تنتقل. امتى بنعكس هذا الوضع؟ امتى بنعكس الباور بتبطل تيجي من المحرك وتدخل على الكونفير بيلت او على اللود؟ باي حاله؟ بتزيد الفورس لما يكون نازل نزول. هل ممكن يكون نازل نزول؟ هل ممكن انا اشغل هذا السيستم بحيث انه يكون نازل نزول؟ يعني بمعنى هل انا في حاجه انه اشغل كونفير بيلت بنزول؟ ليش ما امسك الاشياء وارميها رمي؟ او اخليه يسحل هو، مش هو بيسحل؟ كيف راجلي يكون يعني نضرب الاشياء الموجوده كل حركه تمام، ايش بنقول يعني ايش بدنا؟ اندر كنترول، يعني احنا بنسال السؤال لو انا عندي هون ارتفاع 10 متر وبدي انزل الاغراض من هون لهون، ليش ما انا اطفي الكهرباء؟ افك البريك تبع هذا السيستم واصير احط الاغراض هون وينزل، شو بصير؟ بصير في تسارع، تمام، بصير في تسارع، شو راح يصير بعد فتره؟ راح تبدا هذا سرعته تزيد، ايش راح يوقفه؟ راح تضلها تزيد سرعته، مش هيك؟ السيستم ايش بنقول؟ اتس اوت اوف كنترول. انا بدي نزول اندر كنترول، اذا بدي نزول اندر كنترول شو بدي اياه ينزل؟ بدي اياه ينزل على سرعه محدده. اذا هل في حاجه اني اشغل المحرك وهو نازل؟ أنا بدي أنزل الأغراض وبشغل المحرك، طبعاً بشغل المحرك، شو بصير؟ المحرك بتحول لإلكتريكال بريك. ماشي واضح؟ بس مش بالاتجاه العكس يعني، حتى بضل بنفس الاتجاه.
المحرك بشغله انا لا بدي اعكس اتجاهه طبعا حتى ينزل نزول، بس اللي راح يصير سرعته راح تزيد عن السينكرونس سبيد اذا كانه اندكشن موتور او اذا كانه دي سي موتور راح يتحول لجنريتر. ليش؟ بحاله نزول شو بصير؟ ايش اللي عم بيصير هدول الاوبجكت وهي نازله؟ ايش عم بيصير بالانرجي تبعتها؟ اي انرجي؟ لا خلص ثبت السرعه، انا في البدايه كانت سرعتها منخفضه وزادت وصلت سرعه معينه. بوتنشال انرجي، ايش عم بيصير في البوتنشال انرجي؟ طلعت هدول الماسز عم بتقل، وين عم بتروح؟ عم نعمل درايفنج من هون ثرو ذا جير بوكس، وعلى فكره عم نعمل درايفنج ثرو ذا جير بوكس باي اتجاه؟ ريفرس. فالطاقه عم تيجي ميكانيكال انرجي عم تتحول لميكانيكال انرجي هون، تنتقل لميكانيكال انرجي هون، بعدين شو بتعمل في المحرك؟ ايش بتحول المحرك في هاي اللحظه بتصير؟ جنريتر. وشو بصير بالطاقه الكهربائيه اللي داخله على هذا الميكانيكيه اللي داخله على المحرك؟ تتحول الى طاقه كهربائيه وبعدين ترجع على السبلاي. اذا مش معنى انه انا السيستم بده ينزل لانه النزول سهل، بطفي السيستم وبخليه ينزل زي ما بده. بكون هذا اوت اوف كنترول، بشكل السيستم، فالمحرك بالحاله هاي رح يشتغل كالكتريكال بريك، ورح نحكي عن البريكنج بالتفصيل اكثر في نهايه الكورس.